عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال ابن رباح، والثاني ابن أم مكتوم، وكان من سادات المهاجرين، وهو أعمى رضي الله عنه، كان من سادات المهاجرين، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها أن اسمه عمرو، أن اسمه عمرو ابن أم مكتوم، نسبة إلى أمه، نسب إلى أمه، هذا في دليل على أنه لا بأس أن ينسب الإنسان إلى أمه. والثاني بلال بن رباح، وكانوا يؤذنون لصلاة الفجر، هذا في دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، مؤذنين فأكثر حسب الحاجة في مسجد واحد، وأنهما لا يؤذنان جميعا، وإنما يؤذن واحد في أول الوقت أو قبل دخول الوقت، يؤذن واحد قبل دخول الوقت، قرب دخول الوقت، والحكمة من أجل أن ينبه الناس أن الوقت قريب حتى يتنبهوا، ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر حتى يعلموا بدخول الوقت. هذه الحكمة من جعل مؤذنين في الفجر، المؤذن الأول ينبههم على قرب دخول الفجر من أجل أن المتهجد يوتر وينهي الصلاة، ومن أجل أن النايم يستيقظ من نومه ويتوضأ ويتهيأ للصلاة، ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر. وأيضا الصائم يتهيأ للزوم والإمساك، إذا علم أن الفجر قد قرب لا يسترسل في الطعام والشراب، بل يتهيأ للصوم، يتهيأ للإمساك. هذه هي الحكمة من الأذان الأول، ثم يؤذن الثاني على طلوع الفجر. أما الذي يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك، هذا لا ينبغي أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك، بل لا بد أن يؤذن مرة ثانية عند طلوع الفجر، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجر، فلا يقتصر على الأذان الأول، يغتر الناس يصومون قبل طلوع الفجر، أو يصلون، هذا أشد، يصلون الفريضة، هذا أشد، فلا يقتصر على مؤذن واحد قبل الوقت، لأن هذا يغر الناس. ومثله الأذان الأول يوم الجمعة، وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، وذلك أنه لما اتسعت المدينة وتباعد الناس فيها وانشغلوا ببيعهم وشرائهم وزراعتهم، أمر رضي الله عنه من يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة ولا تفوتهم صلاة الجمعة، مثل ما كان يفعل هذا في الفجر. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، ليس بدعة كما يقول بعض الجهلة، هذا سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، هذا سنة وليس بدعة. والحكمة فيه تنبيه الناس للتهيؤ لصلاة الجمعة، لئلا يستمروا في أعمالهم وأشغالهم تفوتهم صلاة الجمعة. لكن لا بد أن يكون بين الأذانين فترة، يوم الجمعة يكون بينهما فترة على الأقل ساعة أو أكثر. أما أنه يكون الأذان الأول والأذان الثاني في آن واحد ما بينهم إلا دقيقة، هذا لا فائدة من الأذان الأول،
تذهب فائدة الأذان الأول الذي من أجله أمر به عثمان رضي الله عنه. لابد يكون بينهما وقت حتى تكون للأذان الأول فائدة. أما أن هذا يؤذن ثم يؤذن الثاني عند دخول الإمام فهذا خلاف السنة، ولا فائدة في هذا الأذان الأول على هذا الوصف هذه الحالة. والأمور تؤخذ بمقاصدها وتؤخذ كما جاءت، تؤخذ كما جاءت. عثمان رضي الله عنه لم يأمر بأذانين في وقت واحد، وإنما أمر بأذان متقدم حتى يتهيأ الناس ويتنبه، ما أمر بأذانين في وقت واحد أبدا، لأنه لا فائدة من ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما بلال فيؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل الآكل ويشرب الشارب الذي يريد الصوم حتى يطلع الفجر، عملا بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا فيه استحباب تأخير السحور، لا يقدم السحور خلاف السنة، يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة في خير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، أخروا السحور وعجلوا الفطر عند غروب الشمس، تقيد بما شرع الله لا يزاد عليه، لا يصام من الليل لا في البداية ولا في النهاية، وإنما الصيام في النهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا يجوز الزيادة في الصيام على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا حتى يؤذن، هذا فيه فضل تأخير السحور، وفيه أنه لا يحرم الأكل والشرب إلا إذا طلع الفجر حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه العمل، فيه العمل بأذان المؤذن، يعمل بأذان المؤذن في دخول الوقت وفي الصيام وفي الصلاة، يعمل بأذان المؤذن، وهذا مما يؤكد على المؤذن ويوجب عليه أن يكون أمينا، لأن الناس سيعتمدون على أذانه في عباداته. كلوا واشربوا، وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى، قد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، وجاء وصفه بالأعمى في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو أعمى، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، وكان يخلفه على الصلاة إذا سافر، ويخلفه على الإمارة على المدينة إذا سافر عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه لا بأس أن يكون المؤذن أعمى. فإن قلت إذا كان أعمى كيف يعرف دخول الوقت؟ أنا أقول يعرفه بالخبر، يسأل، ولهذا كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يعمل بالخبر ويسأل الناس هل دخل الوقت، فإذا أخبروه بدخول الوقت أذن. نعم.